سلام، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم رجعت لكم مع كوليكسيون جديده ديال لي سيرفيت ديال الشتاء، دائما مع الملابس التركيه. كيف ما كتشوفوا هذا كيجي اكثر من رائع، والالوان ديالو كامله زوينه بزاف، وكيجي سخيخن. كانوا هادو هما التنسيقات ديالو، كاين هذا حتى هو الشكل ديالو زوين، وهادو كاملين كتقدروا تلبسوا فوق منهم مونطو منين كيكون البرد، سينون اللي ماشي محجبه كتقدر تلبسو كيف ما هو، اولا كنتي محجبه لبسيها كامل فوق من مونطو ولا شي دودون، كيجي زوين بزاف وسخيخان وكيبقاو عمليين. كاين هذا الموديل حتى هو، هذا الموديل حتى هو زوين، يصلح المحجبات واللي ماشي محجبات. هذا كيعتمد على اللون الاسود، وكاينه في هذاك الموتيف ليزيستراس، زوين بزاف وكاليتي ديالو رائعه. هادو راه كيكونوا في القطن، وكيكونوا حتى في الفولور او لا في المبرة. معنا هاد اللوين حتى هو زوين بزاف، هكايا هذا طويول وفيها سامبل، وفيها دوك ليزيستراس في الجويبات او لا الحجار في الجويبات. الشكل ديالو حتى هو زوين وانيق، وهذا من لي طوندونس اللي خارجين هاد العام في الالوان ديال الحوايج. ومعنا هاد الموديل حتى هو كيف ما شفتو، ملي كيكون السيرفيت ديالنا في اللون الاسود، اي حاجه دخلناها فيه كتجي معاه زوينه بزاف. قبل ما تنساونيش، الى وصلتوا لهنا خليوا لي لايك اللي كيشجعوني بزاف بزاف، وشكرا لكم، والله يسهل عليكم حتى نتوما في اي حاجه كتمنوها. معنا هاد الموديل حتى هو اللي هو كيجي بحال يعني اونسومبل، كيجي زوين وكيجي طويول، وحتى هو في اللون الاسود. ومنين قربته شفتو كيفاش جا، هذوك كيجي كيلمه من الفوق من العنق ديالو. كاين هذا الموديل حتى هو، هادو راهم ديال الصوف، غير هو الصوف كيكون رقيق، كيكون زعما ماشي سخون بزاف ديال هاد الوقيته، والشكل ديالو حتى هو زوين. كاين هذا اللي فيه داخل فيه البيض وطويولين، تقدروا تلبسوهم كلاس وتقدروا تلبسوهم سبور. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد. خليتكم على خير.